طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه أذية، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماء. بطل من أبطال البصرة وليدي، أنت طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود ماء مالح. قانوننا قانون، هذا منتمي لفلان جهة، لا تحاكي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاكيهم، والفقير يبوق لقنينة ينحكم 20 سنة. أهلا بكم من جديد. اليوم هناك حديث حول ضرر العراق من العقوبات الأمريكية على إيران، واستثناء العراق في بعض يعني المواد اللي ممكن أنه يستوردها من إيران. طبعا المعلومات تتقاطع، يعني حصل على هذه المعلومات، حصل عليها العراق بحسب صحيفة العربي الجديد من مسؤولين أمريكيين وآخرين في إحدى الدول العربية، تفيد بأن الملف العراقي بات رئيسيا في إطار شروط إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران أو تخفيف الضغط على طهران من قبل واشنطن. هذا الأمر يضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام تحدي كبير بعد 3 أسابيع فقط من منح حكومته الثقة. يعني هو راح يتعين عليه محاولة البقاء على مسافة واحدة من الأمريكيين ومن الإيرانيين، ومواجهة ضغوط داخلية سياسية على حكومته. هذا الأمر يعني كشف عنا مسؤول في العراق يعمل ضمن حكومة عبد المهدي، لكنه طلب عدم الكشف عن اسمه. تحدث يوم الثلاثاء بأن أطرافا في وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت سياسيين عراقيين مناوئين للتدخل الإيراني، كما جاء في بحسب لسان هذا المسؤول، مناوئين للتدخل الإيراني في العراق، بأن الملف العراقي بات رئيسيا ضمن شروط ضم العراق إلى الدول 8 المستثنات من العقوبات الأمريكية. أضاف هذا ما علمناه من الأمريكيين ومن مسؤولين في دولة عربية أيضا. حول الشروط الأمريكية قال المسؤول بأن واشنطن تصر على حل الميليشيات المسلحة، والمقصود الميليشيات المرتبطة بإيران وعددها أكثر من 30 ميليشيا. تطالب واشنطن طهران برفع يدها عن العراق وتركه يدير شؤونه بنفسه، وحل ما لا يقل عن 30 فصيلا مسلحا يرتبطون بإيران ويعملون في العراق وسوريا، طبعا أبرزهم كتائب حزب الله والعصائب والإمام علي والنجباء والبدلاء والخرساني والإمام الحجة وقائم آل محمد وسرايا الولي وزينب الكبرى والممهدون. احنا راح نتكلم على هذا الموضوع بشكل تفصيلي، كذلك نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين. ما هو الضرر الذي سيقع على العراق من هذه العقوبات التي دخلت بالفعل قبل يومين، العقوبات الأمريكية على إيران؟ هل العراق قادر على أن يلتزم بهذه العقوبات، أم أن الجانب الإيراني يعني وضغوطه وتدخله الواضح في الشأن العراقي سوف يقول كلمة مغايرة لهذا الأمر؟ معنا اتصال أحمد من أربيل، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله استاذ، والله حياك الله، يا اهلا وسهلا بك. الله يخليك. الإيران وامريكا، الله شاهد علي يا اخوي، هاي كلها خلاوات. نعم، هاي كلها خلاوات. في امريكا يقول عن ايران هجوم، بس غطاء اعلامي يقول لك احنا نحارب ونشوف استاذ من السوالف. الله شاهد علي، ماكو، هم يدعمون حزب الله، يدعمون شكل منظمة إرهابية ضد خط السنية إلا ويدعموها. الله شاهد عليه. هاي نان عندك وزارة الاستعمارية والمناطق الشمالية، نان يعتدون على العرب، مو زينين وياهم، يعتدون بوخ، سرقة، فساد،
شد احكي لك يعني. وهاي امريكا ما امريكا وايران هاي اساسا تحيا. هم يا ايران قالت لو ما راني انت ما احتلت العراق يا امريكا. نعم. يا اخوي باش احكي لك. جزاكم الله خير ووفقكم الله. شكرا احمد من اربيل كان معنا. طبعا تحاول كتل برلمانيه في العراق نفي صفه الميليشيات عن الفصائل المسلحه، واعتبرت بانها يعني باتت جزءا من المنظومه الامنيه بعد اقرار قانون الحشد الشعبي من قبل البرلمان السابق عام 2016. وبحسب المسؤول تتضمن الشروط بان يعود كما يقول الجيش هو القوة الوحيدة في العراق التي لا منافسة لها، وأن يتم حصر السلاح، هذه الشروط الأمريكية، وأن يتم حصر السلاح بيد الدولة، ويضاف إلى ذلك الكف عن التدخل بشأن الوزارات الأمنية ووقف تغذية الخطاب الطائفي من قبل إيران بشكل مباشر أو من خلال قنوات فضائية في العراق تمولها طهران، وكذلك إيقاف التدخل بشؤون قطاع المال والسوق العراقي، وتشمل هذه المطالب إقليم كردستان العراق أيضا. بحسب معلومات نشرتها صحيفة العربي الجديد، فإن الحكومة باشرت منذ يومين بإعداد ورقة عمل بغية تقديمها للجانب الأمريكي تتضمن وضع العراق حاليا ومدى الضرر الذي سيواجهه جراء توقف إمدادات الطاقة الإيرانية والغاز الإيراني، فضلا عما توفره إيران من منتجات زراعية وصناعية وإنشائية للسوق في العراق يوميا. الحكومة في العراق تريد التوصل إلى اتفاق لاستثناء العراق بشكل كامل من هذه العقوبات، إلا أنه وفقا لمصادر في وزارة الخارجية في العراق فإن الأمريكيين يتمسكون بشروطهم قبل أي إعفاء، لأنهم يعتبرون بأن إيران مارست خطة شل القدرات العراقية إن كانت زراعية أو صناعية وفي جميع المجالات لإبقائه تحت رحمة السوق الإيراني. المسؤول كذلك أوضح بأن عادل عبد المهدي الذي يواجه حاليا أول تحدي له كرئيس الحكومة سوف يستعين بمستشاري رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ولفت إلى أن هؤلاء لا يزالون يعملون في مكتبه للمساعدة في إعداد ورقة تفاوض مع الجانب الأمريكي، والذين من المرجح أن يصل مسؤولون من الجانب الأمريكي إلى بغداد في الفترة المقبلة. أشار إلى أن المطلوب من عادل عبد المهدي هو البقاء على مسافة واحدة من الإيرانيين ومن الأمريكيين، لكنه أكد بأن الأمر صعب للغاية إذ يضغط الأمريكيون كما قال كثيرا على بغداد بشأن علاقتهم بطهران، ويرون بأنها علاقة تابع ومتبوع وليست علاقة بين دولتين جارتين، هذا بحسب المسؤول. كذلك أضاف بأن رئيس الحكومة لن يجازف برفض العقوبات الأمريكية على إيران كونها ستؤذي البلاد اقتصاديا، وقد انهار الدينار العراقي الذي يعني هو بالأصل في وضع هش للغاية. كذلك في سياق هذا الحديث والعقوبات الأمريكية، وزارة الخارجية في العراق يوم الأحد الماضي رفضت ما وصفته بالتدخل الأمريكي في شؤون العراق، وذلك ردا على رسالة نشرتها السفارة الأمريكية في بغداد على تويتر عشية بدء فرض العقوبات على إيران، تقول بأنه يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها. كانت الرسالة ضمن رسائل أخرى على حساب السفارة الأمريكية طبعا لتحديد المطالب الأمريكية من إيران قبل فرض عقوبات جديدة على إيران في 4 نوفمبر 2022. طالبت وزارة الخارجية بحذف في العراق طالبت الجانب الأمريكي بحذف هذه الرسالة، وأشارت إلى أن العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية ولا سيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي. معنا اتصال يحيى من الجزائر، تفضل يحيى. يحيى تسمعني؟ انقطع الاتصال مع يحيى. عبد الرحمن من السليمانية، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم أخي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحمن، شلون تشوف العقوبات الأمريكية العراق راح يقدر، هل يقدر يلتزم بها لو الجانب الإيراني أقوى في هذا الأمر؟ والله أخي بالنسبة للجانب العراقي، والجانب العراقي من شق إلى شقين، شق شعب
او شخص حكومه مواله لهذا العدو اللي الله بنانا به بلوى. فمن ناحيه الشعب والله خلي يقطعون انفسهم من الشعب، يعني الشعب شاف معاناه من وراء الايرانيين ومن وراء الحكومه الايرانيه ما ينسونها الاف السنين، بس كحكومه لا والله ما اعتقد يعني تغير معهم شيء. نعم ما 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 تصور يعني اذا ظلت هذه الحكومه جات مع الف دورنا ما راح يتغير خيرات العراق. اخر مصيبه ذاك اليوم مال هاي نفوق الاسماك. نعم احنا عندنا اقرباء من ناحيه جرف الصخر يعني يقولون ثلاث ايرانيين لازمين، واحد من حشد من حزب الله اللي ذابين سموم بنهر الفرات للسمك. اخي العزيز يعني مين ذولا مين طبق؟ لا تلزمهم عقوبات لا تلزمهم شيء. اخي العزيز والله ما اعتقد ما دام هاي الحكومه هي وليده ايران ما راح اتصور عقوبات امريكيه تاثر على ايران والله. اخي العزيز نعم. بس ماكو غير احنا ما معولين على امريكا والله، معولين على رب امريكا ورب ايران اللي هو يهلك نعم. الظالمين بالظالمين ويخرجنا ويخرج المسلمين بين ايديهم سالمين غانمين ان شاء الله. اخي العزيز نعم. أنا اشكرك عبد الرحمن من السويمانية. كنا معنا اتصال ام محمد من المانيا. تفضل يا ام محمد. اهلا وسهلا بك، اشكرك اخويا، شكرا جزيلا لحد الفرصه للتحدث عن هذا الموضوع. اولا لما يقولون عقوبات امريكا على ايران او العقوبات الامريكيه لايران، فهي هما اثنينهم دافين سوا وهما اثنيناتهم يعرفون بعض، وبالعكس كان المفروض العقوبات اللي يفرضوها على ايران ما يفرضوها على ايران، يفرضوها على العراق، لان العراق هو ايران، ايران هي عراق، يعني بعد ما في عراق. وشنو الفائده من العقوبات؟ ايران ما وقف طغيانها، ما نسوي شيء، بس الله سبحانه وتعالى هو اللي يقدر ينقذ العالم من هالاثنين، من ايران ومن امريكا. امريكا وايران وحده يعني ما تفيد، يعني احتلال العراق هسه من قبل ايران احتلاله هو احتلال امريكي نفس الشيء. نعم. ان شاء الله يخلصنا ان شاء الله، وما اتصور ياثر على العراق، لان العراق هو متدمر اساسا من قاعه، فيمكن راح يزيد التدمير اكثر وما يقل وما يخف وما يصير اي شيء. نعم طبعا اذا اصر الجانب الامريكي على انه العراق لم يلتزم بالعقوبات راح ينظر العراق جدا ينظر. ليش ينظر؟ تعرف ليش ما ينظر؟ انا اقول لك ما ينظر. شلون ما ينظر؟ هو قريه من قرى ايران. ايران قطب، صايره قطب، يعني ايران هي المتحكمه حاليا بالسوق بالاموال بكل شيء، بالجبايات بالضرائب، فتمص دم الشعب وتعوض النقص خلاص حال ما تجيها الفرق. لا يعني هسه احنا عندنا مثلا العمله الايرانيه يعني جدا انضرت، وهذا نعم. بالتالي كذلك اذا العراق يعني ما التزم بالعقوبات الامريكيه على ايران، طبعا هناك استثناء للعراق في امور مثلا الطاقه. هذا كذلك راح يضرب الدينار العراقي، اصلا العمله العراقيه احنا بالعراق ما عندنا عمله يعني كعمله نقارنها مع العملات الاخرى، الدينار العراقي لا شيء. فهذا هم كذلك راح يؤدي الى ضرر على العمله العراقيه، على السوق العراقيه، على ارتفاع اسعار المنتجات. اخوي انت سمعت اليوم يعني الاغاثه من اهل الموصل انه هاي وحده من المدن. نعم. انه الشاحنات اللي تحمل اغذيه وتحمل مواد يعني كل شيء ما يخلوها تفوت الا ما جبايه ثلاث ارباعها يعني ضربوا في ثلاثه حتى تفوت على الموصل او حتى تفوت على النازحين، فهذه المن. نعم. كلها الايران. فاذا ايران منها سمحت حالها حشاك لا ينطيها ولا يسهل لها، والله ناظر ومبسط. نعم انا اشكرك ام محمد من المانيا كانت معنا. طبعا النواب المرتبطون بميليشيات الحشد الشعبي يعني عدوا الضغوط الامريكيه على العراق بانها تدخل في الشان العراقي، وحملوا رئيس الحكومه مسؤوليه التخلص من السطوه الامريكيه على البلاد او مواجهه الفشل. وقال النائب عن منظمه بدر رزاق محابس في حديث مع صحيفة العربية الجديد بأنه ليس من حق واشنطن التدخل في شؤون العراق الداخلية، والحشد بكل فصائله باتت جزءا من القوات الأمنية وفق النظام العراقي والدستور العراقي كما أسماه، ويأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. معنا اتصال أبو أيوب من هولندا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا أحييك أخ عمر. حياك الله يا أهلا. بالنسبة للقناة أنا دائما أسميها قناة الفقراء. الله يسلمك. الله يسلمك يبارك بك. مع الموضوع على مود العقوبات اللي وضعوها على إيران. نعم أخي العزيز، هو بالنسبة صحيح ما وضعوا العقوبات، بس لكن عند إيران المجوسية عندها ابنها الثاني هو العراق. أخي العزيز، بالنسبة يعني للعقوبات، هي صحيح راح يصير عقوبات 100% عليها، ولكن هم عندهم المنفذ الوحيد هو العراق من تبع الميليشيات. الميليشيات تعدد بلا حرج بالعراق، يعني من العصائب، من قوات غدر، من فيلق القدس، يعني عندهم ميليشيات متنوعة بالعراق. فهم بهذا الأسلوب راح شلون تقول أخي العزيز، يعني عندهم المنفذ القوي هم الميليشيات، يعني عبرونهم العملة الصعبة بصورة عامة، العملة يعني العملة الصعبة راح تصل إيران من قبل الميليشيات، يعني حصريا من قبل الميليشيات، لأن العراق أصبح إمبراطورية فارسية، ولهذا السبب إيران ما راح تهتم للعقوبات نهائيا إلا بحالة واحدة، إذا أمريكا تريد صحيح تضع عقوبات، تضرب الميليشيات اللي دمرت العراق وعاثت في الأرض فساد. هذا الحل الوحيد والمنفذ الوحيد لإنقاذ العراق من هيمنة الفرس أخي العزيز. نعم، يعني هم بأشد الطرق صحيح هم يخلون العقوبات ويضعون عقوبات، بس يعني شلون تقول عين مفتحه وعين مغمضه، يعني ما ندري شنو شغلة أمريكا أخي العزيز، إلا بحالة واحدة، ضرب الميليشيات ضربة قاضية، يعني تقسم ظهرهم، يلا هذاك الوقت تقول العراق رجع إلى حاضنة الوطن العربي، وهذا العالم اللي تهجرت من العالم كله راح ترجع العراق. نعم. أما هذا الأسلوب لا، أسلوب باطل، يعني أنا أشوفه أخي العزيز. نعم، أنا أشكرك أبو أيوب من هولندا كان معنا. طبعا النائب عن بدر رزاق محابس شدد على أن العراق بلد ذو سيادة كما قال، ولن نسمح بتدخل أي دولة في شؤونه الداخلية، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. دعا رئيس الوزراء إلى الرد على الخارجية الأمريكية وعدم السماح لها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، ووضع حد لهذا الأمر وفقا لقوله. أشار إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تقصد حل الحشد الشعبي أو أي جهاز أمني آخر، فعليها أن تعلم بأن جميع القوات الأمنية هي قوات نظامية تعمل وفق القانون والدستور، ولها تشريعات قانونية شرعت من قبل البرلمان المنتخب كما قال، ما يعني بأنها قوات أسست ضمن قانون عراقي تعمل لخدمة العراق وتعمل لحفظ أمن واستقرار وسيادة وأراضي العراق كما قال. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال الحلقة. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلون زياد عمر؟ الله يسلمك الله يخليك. تحيه لك وتحيه قناه الرزيع، تحيه هيئه علمان، تحيه الشعب العراقي. حياك. بالنسبه للحصار المهروب على النظام الايراني، هو اللي تاثر به الشعب العراقي، هو امريكا لو كانت جاده هي تفرض حصار على العراق، على النظام العراقي، ولا الشعب العراقي شعب عريق وليس، لكن المتضرر هو الشعب العراقي في ظل هيمنه الميليشيات الايرانيه المجرمه مثل حزب الدعوه وكتله بدر والعصايب هذه المجرمين.
فكل فيستمر النهب بالعراق خصوصا مثل الثروه الحيوانيه مثل الاسماك مثل يعني يعتبر العراق سوق للمنتجات الايرانيه القذره. علشان المفروض يطبق على النظام العراقي، هو الحصار المفروض يطبق على النظام العراقي لانه يستفيد الشعب. لو طبق مثل الحصار النفط مقابل الغذاء هو من صالح الشعب العراقي. وتحيه لك. حياك الله. وفيصل من السعوديه كان معنا. معنا اتصال ابو ياسين من ديالى. تفضل ابو ياسين. حياك الله اخي عمر. حياك الله، اهلا وسهلا بك ابو ياسين. شو شوف واقعيه انه هناك شروط، يعني بحسب التسريبات هناك شروط امريكيه من ضمنها حل 30 ميليشيا في العراق، تراها واقعيه هذه الشروط؟ عمر، هي امريكا غير واضحه قرارها، وبالمناسبه الحكومه العراقيه ما راح تلتزم. نعم. ولكن انا اتفاجئ واتعجب بالميليشيات، لان الميليشيات مو زعامات، انه هو من يتبجع ويقول امريكا ما تتدخل سياسه، هو اصلا ما عنده سياسه امريكيه منه. بعدين اخي، هو امريكا جيش العراق الباطل جيش على مرام اكثر من 100 سنه ما حلوها ثواني، قادرين يحلون الميليشيات، لكن احتمال يا اخي هم داعمين الميليشيات لتصفيه اكثر عدد من اهل العراق، ان كانوا سنه وان كانوا شيعه. ولكن يمكن الله سبحانه وتعالى ينقذ العراق انه راح يدعمون الميليشيات. انا بقول لك مجاميع راح تطلع على اليد الايرانيه حتى تهمل، وهذا يجوز يضربونهم بالطيارات. هسه ليش هم مستقتلين عمان على موت صالح الفيار على وزاره الداخليه؟ حتى ابراهيم يهربون. ولا تفاجئ عمان وسياسيين كلها تفاجئ عبد القاهر السامري يرفض هذا القرار. الحدث يقول لك ايش بديل؟ عاد مشين البديل؟ انت صاحب 15 ليش ما سويت بديل؟ ليش ما سويت الكهرباء؟ ليش ما سويت الصناعه؟ ليش ما سويت الزراعه؟ هذا اليوم اصبحت يا عمر ذولا تلاميذ الامريكا والايران، هذول اللي زباله السله والشيعه. وانا الاخ ابو فيصل هذي احيي على وجودك، لكن يا اخي ابو فيصل مو المملكه هي مكتفى بهالحكمه اللي شاف، المملكه انتم معكم شعوب عن حكوماتكم، مو معترفين بهالحكومه الطائفيه، هالحكومه الميليشيات الايرانيه. والاخ ابو ايوب المحترم حتى قناه هاي مو اذاعه الفقراء، هذا اذاعه الثوار الابطال الاحرار اللي صاحبين المبدا اللي يرفضون العمليه السياسيه، هذا القناه انا نبراسي، انا اتمنى اللي تصدون لازم يكون ما بيه شيء. اذا قال قناه الفقراء يعني تعبر عن شريحه من الناس المظلومه، لا باس بذلك. نعم 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 نعم، بس هذا قناتنا، قناه نبراسي احنا، ما نسمع قناه العراقيين ان شاء الله كلهم ان شاء الله. نعم ابو ياسر، بالنسبه هذا الدمار الجديد مال معارضه ايران، انا اقول على داعي خلي يحاطون ايران وخلي يستقمون على ايران، وان شاء الله تلحق الجمال على الحكومه على النار ايران. نعم. أنا أشكرك أبو ياسين من ديالى كان معنا. طبعا تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر صرح أحد نوابه وهو برهان المعموري، صرح بأن الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للمؤسسات الأمنية وتخضع لسلطة رئيس الوزراء، ونحن نرفض التدخل الأمريكي في شؤون العراق رفضا قاطعا. أشار إلى أن واشنطن ترى بحسب وجهة نظرها بأن هناك بعض الفصائل الإيرانية تعمل في العراق، لكنه نفى هذا الأمر وتحدث عن الاستعانة فقط ببعض المستشارين الإيرانيين الذين ساهموا في بعض المعارك كما قال ضد الإرهاب، وفيما أقر بوجود تأثيرات إيرانية على بعض الفصائل. لفت إلى أن القرار الأول والأخير هو بيد هيئة الحشد الشعبي ورئيس الحكومة، على اعتبار بأن الفصائل اليوم أغلبها يعني منتمية لهيئة الحشد الشعبي، وهي الهيئة الوحيدة المخولة بقضية الفصائل. شدد على أنه إذا كان يوجد إرادة عراقية بحل هذه الفصائل المرتبطة بإيران فيجب أن تكون إرادة عراقية من دون تدخل خارجي. موضوع الميليشيات، يعني هناك تعقيدات في هذا الموضوع، يعني لأنها تعمل كما أشرنا، هناك قرار من قبل البرلمان غطاء حكومي رسمي بغض النظر عن ارتباطاتها الأخرى، يجعلها قوة رسمية لا يمكن يعني حلها بالسهولة إلا بقرار. طبعا من الصعب أنه سيطرة الأحزاب السياسية والميليشيات على البرلمان أنه يتم إقرار مثل هذا القرار. هناك من المحللين من تحدث بأن الحشد الشعبي في العراق يعمل بغطاء حكومي لكن بيد إيرانية، وبأن هذا يشكل خطرا على المصالح الأمريكية والعربية الأمريكية وكذلك العراقية،
كون الحشد لم يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة بشكل حقيقي، بل تأخذ الأوامر من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. هؤلاء المحللون أكدوا بأنه إذا طبق العراق العقوبات على إيران فإن ميليشيات الحشد ستكون أول المعترضين على ذلك، وسيكون عبد المهدي بمواجهات مع تلك الفصائل. إذن هذه العقوبات يعني تضع العراق في وضع حرج، المواطن العراقي سوف يكون متضرر إذا لم تلتزم الحكومة بهذه العقوبات. طبعا هذه العقوبات أغلب دول العالم تلتزم فيها، يعني حتى هناك هذه الدول الثمانية المستثنات منها الصين اليابان في موضوع النفط، استيراد النفط من إيران، وما تم الحديث عنه أنه سوف يتم مبادرة هذا النفط ليس بأموال وإنما ببضاعة أخرى. يعني مثلا تصدر إيران نفط إلى اليابان أو الصين، تستورد منها مثلا مكائن، سيارات، مواد تحتاجها، مواد غذائية، هذا الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية هذه الدول. الضرر على العراق إذا لم يلتزم ضرر واضح، وهو ضرب العملة العراقية أكثر، وهو وضع حشد للعملة العراقية كما معروف. كذلك العراق يعتمد، السوق العراقية تعتمد على الصادرات الإيرانية، وكذلك سوف تتضرر موضوع المصارف، سوف تكون هناك رقابة من قبل وزارة المالية الأمريكية على المصارف حول العالم وخاصة في الدول القريبة من إيران. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عمر، احنا مرينا من 8 سنوات حرب ويا إيران. نعم. كنا ورا 2 3 شوكت يا ربي تخلص، شوكت تخلص، إلى أن خلصت. نعم. 8 خلصت، إجت حرب الكويت و 13 سنة حصار وخلصت الحمد لله. احنا صار لنا 15 سنة بهالمعمعة هاي وهالهوسة هاي، هاي راح تخلص، قسما بالله نهاياتها قريبة. الرئيس القائد المجاهد دونالد ترامب حالف لهم يمين، هو لو ما حالف لهم يمين ما يسوي هالعقوبات هاي عليهم. هو ليش ما استثنى العراق؟ ليش ما استثنى العراق؟ يقول لك يا كان العراق يصير بوابة خلفية، لكن هذا صخ عظيم. هو رجل عاقل يعرف مخابرات، عنده استخبارات، عنده جيش، عنده وزراء خاصين. هو صخ على مود يعرف منو راح يلعب الزينة ومنو يحاول يدغدغ إيران ويرغي إيران. لكن أنا أسأل مسؤولي الشيعة، والله لو عندكم ذرة من الغيرة، هاي مئات المليارات، 1500 مليار قليلة نتيجة سرقة الأموال، سرقة النفط، سرقة الميزانية، سرقة الآثار وبيعها بأسعار رخيصة، هذا هو قال أنتم راح تسحبون من أموالكم من الخارج وتجيبوها تطور إيران. اليوم إيران بضيقة، أريد أشوفكم صدق أنتم أصحاب غيرة، صدق عندكم ذرة من الشرف، أنتم ما صرفتوا على العراق ولا تصرفون على شيعتكم زين، ولا تحترمون حتى شيعتكم وتقدروهم، يعني مثل ما يقولوا قد شعراية واحدة. يا ترى هل راح تسووا تسحبون اموالكم هاي الموجوده بالارصده ببريطانيا وفرنسا وبامريكا وبسويسرا وبدبي ولبنان وبغير دول اخرى موجوده، هاي ما راح تسحبوها تنطوها ايران تخلصوها من الضائقه بيدو ما ايران؟ انتم بحياتكم ما تحكمون، ايران صاحبه فضل عليكم، ولك استفعلوا نفسكم، ايران صاحبه فضل عليكم، لازم تقدروها مثل ما هي قدرتكم. انتوا كنتوا دايحين بالشوارع، جابتكم وخلتكم توكم اوادم ويا امريكا بزمن جورج بوش ويا اوباما ويا غيره، الان اليوم هذا رجل ما يقطع عقله من عندكم زين، انتوا ليش ما تدون الفضل لايران؟ بدل ما طبعا استاذ، طبعا انت تشوف راح تصير داعش يدخل على شكل مجال، تراهم ما قصروا. الو نعم ابو عمر، اقول لك ما قصروا، ما شاء الله السوق الإيرانية تشتغل في العراق، المواد الإيرانية، التعاون اللي يصفونه هو تعاون، والتدخل الإيراني واضح، يعني طاهم العراق على طبق من ذهب، ردوا لهم الجميل. هي محصورة الأموال، محصورة ما بين العراق وإيران، هو منين راح يجيبوها؟ راح يجيبوها من الشارع، من الشارع شافوا كل شيء ماكو والله وكيلك، هو الطماطم يجيبها من إيران يبيعها هنا بالعراق برأس العراقيين بس 2.5 هو يشتري بربع دينار من هناك، اقل من ربع دينار الكيلو زين، ايش راح يسوون لهم؟ ايش راح ينطوها لايران؟ انت تقول هاي الاموال المسروقه راح يسحبون من عندها ينطوها لايران؟
هذا من سابع المستحيلات قسما بالله العظيم. ايامكم السود جايه وداعش يدخل على شكل مجاميع هم اللي يدخلوا استاذ، يقول لك احنا لازمين الحدود، كذابين كل كذابين. بس المره اذا سقطت الانبار وسقط صلاح الدين وجياله وصلوا الى حدود ايران كل شيء ما سووا، ابو محمد العدناني صاحبهم كل شيء ما سووا، قال هاي جمهوريه اسلاميه واحنا دوله اسلاميه وان شاء الله راح تتحقق الامه الاسلاميه. اي صحيح، والموصل سقطوها هالمره قسما بالله، لا نجف كربلاء تبقى ولا حتى عماره والناصريه. فتحضروا يا شيعه، ترى ذولا ناصريكم كمين مثل ما ضحكوا عليكم، وفتوى الجهاد الكفائي لحد الان هاي الاباحيه لحد الان تشتغل ما مطفيها. هو لو صدق انتهت كان اعلن انتهاء فتوى الجهاد الكفائي، ففتوى الجهاد الكفائي لحد الان تشتغل. فدير بالكم واحذروا يا مثل ما يقول يا عامه الشيعه، ترى ذولا بيضحكون عليكم وما قصروا وياكم قسما بالله. انا ما حاقد، انا ما لي علاقه بعقيده ديانيه باي دينيه باي مله كانت باي طائفه كانت، لكن انا اريد هذا العقد يصفى ويصحى والضمير ايضا يصحى يقوم كافي عاد. ترى كل شيء ما حصلته غير بس وسعتوا مقبره النجف وكربلاء وصلتوها للحدود السعوديه ما شاء الله، وين بعد توصل في دول تعبر هي هاي كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء؟ لا لا عمي لا، كربلاء حدودها محدوده ومبينه فيك، ما تقدر تتجاوز حدودها، تروح للسماوه تروح للانبار تروح لغير مكان ما تتجاوز حدوده. فانتم شو تريدون بعد تفرسون؟ هذول وفدكم حاولوا صحوهم، كل باي لحظه اي لحظه تجيك اشاره من ذوله لا تسويها ولا تشيل سلاحك تعوف سلاحك وترجع لبيتك تشرف لك احسن. هم راح يطوروا. نعم ابو عمر. طبعا ابو عمر من السليمانيه كان معنا، شكرا لك. موضوع آخر، موضوع الموازنة. طبعا النائبة ماجدة التميمي تحدثت بأن هناك إيرادات مخفية في الموازنة، تحدثت خلال جلسة البرلمان وأضافت بأن الإيرادات تتعلق بعمل المصافي والنفط المهرب والعقارات. نأخذ مقتطف للنائبة ماجدة التميمي وهي تتحدث في البرلمان. موازنة للحكومة حتى تضمن رؤيتها، يقولون راح نتأخر، لا هاي رؤيتك يا حكومة عليك انه تبينيها بالموازنة، ولا عاد شلون خليتوا برنامج حكومي غير اشوفها بالموازنة؟ ايش راح يصير اذا احنا شكلنا اللجنة المالية وبدينا احنا نشتغل وكذا، بعدين الحكومة راح تطعن بيها، وانتم تعرفون ايش قد اشتغلنا وطعنوا بيها، فليش هذا ضياع الوقت؟ خلي الدولة تخلي رؤيتها حتى نختصر وقت، احنا بعد عندنا شهرين الى نهايه السنه. نعم، قبل يوما كذلك نفس النائبه ماجدة التميمي في لقاء متلفز مع احدى القنوات العراقيه تحدثت على موضوع رفحاء، تقول كل شخص كان في رفحاء حتى اطفالهم اللي ولدوا وهم في المهجر، يعني اللي كانوا في رفحاء على الحدود العراقيه السعوديه اغلبهم او كلهم حصلوا لجوء الى دول أوروبا وإلى كندا وإلى أمريكا. فتعرفون يعني تزوجوا هناك، اللي أخذ كان متزوج بالأصل أو الزوج يعني لما وصل هناك وأنجب أطفال. تقول كل شخص يأخذ مليونين بالشهر، يعني تقول أقل عائلة فيها 10 نفرات تأخذ بالشهر 20 مليون دينار عراقي. هذه يعني هذا الراتب الإسمي عدا المخصصات، وطبعا حسبوا لهم بأثر رجعي ما أعرف أكثر من 10 سنوات أعطوهم هذه الرواتب. موضوع الموازنة، موضوع الموازنة في العراق وما أثير حول أنه هناك ظلم للمحافظات المنكوبة، تحدث في هذا السياق النائب عادل المحلاوي وقال بأن موازنة عام 2019 ظلمت المحافظات المنكوبة وطالب بإعادتها إلى الحكومة وتعديلها، وقال بأن حجم الخراب والتدمير الذي حل بالمحافظات المنكوبة لا يخفى على أحد، لكن موازنة 2019 كانت ظالمة بحق هذه المحافظات. وتساءل إن كانت الحكومة التي وضعت الموازنة لا تعلم ما حصل في تلك المحافظات المدمرة وحجم الخراب الذي حل بها ووضع أهلها المأساوي الذي ما زال مئات الآلاف منهم يعيشون في المخيمات في وضع كارثي. أكد المحلاوي بأن المحافظات المنكوبة ظلمت طوال السنين الماضية في أوجه مختلفة، منها حرمانها من الدرجات الوظيفية للسنوات الأربع الماضية وعدم تعويضها في موازنة
عام 2019. البارحة كذلك وثيقة تم تسريبها بأن ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني موازنتهم أعلى من موازنات محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين. طبعا النائبة انتصار الجبوري كذلك يعني تحدثت في موضوع الموازنة وأكدت بأن نسبة نينوى في الموازنة لم تتجاوز 1% من حصتها التي لا تقل عن 11%. خلينا نشوف مقطع لانتصار الجبوري. المواضيع التي تم الاتفاق عليها مع ضمن البرنامج المنهاج الحكومي عندما أرسله السيد عبد المهدي إلى مجلس النواب، وكان هناك عند تأدية اليمين وعد من السيد عبد المهدي بأن يتضمن كل الحقوق التي تم مناقشتها وأن كل أن تتضمن كل الملاحظات ومن ضمنها حقوق محافظة نينوى، إلا أن الموازنة تلاحظ فيها أن هناك نسبة 1% من استحقاقات محافظة نينوى الذي هو لا يقل عن 11%. محافظة نينوى نسبة سكانها أكثر من 4 ملايين، عانوا ما عانوا أثناء هذه الفترة التي ذا. هناك موضوع المفصولين، هناك المفصولين من الشرطة والجيش، هؤلاء عندنا 13,000 عائلة اليوم لا يدخل عليها مورد رزق، درهم واحد ما تدخل على هذه العوائل. نعم، معنا اتصال محمد من بابل، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ حياك الله يا أهلا بك. شلونك؟ الله يسلمك، تفضل. تسمعني محمد؟ نعم، محمد. نص التلفزيون للأخير. تسمعني؟ أي صار يا عمر. نعم. صار. نعم نعم محمد، احنا تحدثنا في بداية الحلقة حول العقوبات الأمريكية على إيران وشنو الضرر اللي راح يوقع على العراق، وكذلك هناك شروط أمريكية منها حل الميليشيات في العراق المرتبطة بإيران، ونتحدث الآن على موضوع الموازنة والتوزيع توزيعها بين المحافظات. شنو رأيك تتحدث على الموازنة أو تتحدث عن العقوبات؟ والله الموازنة يعني الموازنة مثل ما تقول بالعراق هي جاي تروح معروفة الجهات أكثرها للميليشيات، والميليشيات هي اللي تابعة لإيران. إحنا شنو اللي مستفادين من إيران؟ وثاني العقوبات اللي على إيران اللي تفرضها أمريكا، إحنا شنو دخلنا بإيران؟ إيران هي مسوية هي مسوية هسه حاليا مسوية عقوبات على العراق، مسوية حصار على العراق. المي سادتة إيران على العراق. نعم. مي اللي يدخل من دياله من ايران من هناك سادينها انهر سادينها، يعني هم جاي يسوون حصار على العراق. احنا شنو بايران سوت حصار عليها امريكا واللي ما سوت امريكا، هم بالحصار 13 سنه على العراق، هم يدعمون الحصار ويدعمون العقوبات ضد العراق. نعم. احنا ما يربطنا شيء بايران. إذا ترجع للميليشيات هي كلها مش ميليشيات تابعة إيران، لا يعني ما عندها حس وطني نهائيا ولا عندها وطنية، تتوجه توجيهات خامنئي والشيخ هذا الرئيس الإيراني، وهي كلها إيران تابعة هاي الأحزاب. نعم. فهي دمرتنا ودمرت العراق هاي الأحزاب. نعم. أنا أشكرك محمد من بابل كان معنا. طبعا النائب قصي عباس قال بأن رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إعادة الموازنة إلى مجلس الوزراء يمثل تنصل من المسؤولية، وأوضح النائب بأن كتابا موجها من الحكومة وصل إلى البرلمان عبر ممثليها في المجلس طورهان المفتي، وتضمن الكتاب طلب الحكومة عدم إرجاع الموازنة إلى مجلس الوزراء وتشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة لإجراء التعديلات على الموازنة. أضاف النائب عباس بأن خطوة الحكومة واجهت الرفض داخل البرلمان لأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يفترض بأنه يتحمل المسؤولية، ويجب أن تتماشى الموازنة مع البرنامج الحكومي الذي وضعه لكون الموازنة معدة من قبل الحكومة السابقة. النائب عن محافظة البصرة صفاء الغانم في موضوع الموازنة أكد بأن الموازنة لم تحقق للبصرة والمحافظات أبسط المتطلبات، أشار إلى أنه في حال لم تأخذ
اللجنة المشتركة بين مجلس الوزراء والبرلمان ملاحظات النواب ستعاد للحكومة، وقال بأن محافظة البصرة تفاجأت بالتخصيصات التي وردت في مشروع قانون الموازنة عام 2019، حيث تم ظلم المحافظة بما جاء مبينا بأن الموازنة ظلمت كافة المحافظات وأنها لن تلبي أبسط المتطلبات الضرورية. معنا اتصال عبد الله من البصرة، تفضل عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله، حياك الله يا أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أنا أريد أحكي على السنة والشيعة، السنة والشيعة اجتد على أساس يصير تقارب. صدق السيد السيستاني يقول لو هم أنفسنا وهاي ما تاكل أو ذوه يصيرون كل السنة والشيعة السنة هما تفضل الطائفية، وذو صاروا كلهم شيعة هما تفضل إلا إذا رجعنا إسلام مثل نعم. ما الله يريدنا. نعم. زين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الإسلام والشيعة صح السنة إسلام بس مسلمين للمذهب السني مثل ما الشيعة مسلمين للمذهب الشيعي، وهاي المشاكل اللي جاي تحيط فينا كله من وراء عائلة طائفية. نعم. أما إذا كنا نصير إسلام هسه نعم أبو عبد الله، نعم كلامك الطائفية واضحة من قبل السياسيين والأحزاب السياسية. زين أكو دول هسه هاي دول أوروبية مو دول مسيحية. زين أكو دول حتى دين ما عندها، ناس ملحدين ما عندهم دين، والعدالة قائمة وأكو عدل وأكو أمين. زين احنا ملزمونا احزاب اسلاميه تدعي انها جايه تطبق الشريعه الاسلاميه سووا للعراق. هذول مو شريعه اسلاميه. هذول يسموهم اسلاميين يعني يريدون العالم يسلمون لهم. نعم. ولا مو اسلامي يعني على مالت الله. لا الاسلام يختلف عنهم، الاسلام مثل القران. المسلم يسلم لله، واللي يسلم لله يمشي بامر الله. نعم. واللي يمشي بأمر الله يتبع القرآن، ومستحيل مذهب من المذاهب تابع كلام الله. الله يقول جل جلاله وقال الرسول، يعني من كان عدل، وقال الرسول رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا أنا مو إسلام، إحنا إذا نصير إسلام ونرجع للمسلمين نصير براس خير. نعم. وما نقدر بعد اللي يستسلم لله ما يطيع لا جهة سياسية ولا الله جعلهن حزبين، حزب الله وحزب للشيطان. كل الأحزاب إذا اللي رجع للشيطان إلا حزب الله اللي يحكم بما أمر الله. يعني تقصد حزب الله اللي بلبنان و... لا 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 حزب الله لله. نعم الفئة يعني نعم اللي يمشي بأمر الله. نعم اللي يمشي بأمر الله. نعم. ولا مو حزب هذا مثل باقي الأحزاب. نعم. قلت كلهم حزب شيطان إلا اللي يمشي بأمر الله. نعم. هذا هو الحزب الحقيقة، حزب إسلامي، حزب الرحمن. وإذا أخذنا شوف هسه شقد إحنا صارت فينا مصايب. شوف الله شو يقول، يقول لو آمنوا أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كسبوا. يعني هاي خيرات السماوات والأرض انحرمنا منها، منها الغنم اللي يعبدون الهوش ويعبدون عبود الكهرباء، أو يجي عبده سيد ويجي عبده مجمله. نعم. نعمد الله كلها ترجع الأمور مثل ما الله يريد. نعم. هسه ربع المالكي أكو واحد منهم متأذي؟ لو كلهم عندهم مناصب وعندهم رواتب. لو نعم. إحنا صدق مسلمين وربع الله، هل من المعقول الله يبخل علينا؟ ما يعطينا ويخلينا بهيك ثلاث أربع شهور عندنا فقير؟ نعم. ما يصير إنه إحنا ويا الله كان فوق النخل. والله العظيم لو اكو مليون مسلم لله كان الله طال القيادة القود العالم كله بأسرة. لو مليون مسلم حقيقي يتبعون كلام الله. نعم. ولا نجيبها هي احنا هسه المحاربة مالتها بس الجهل، يا اهل يجي فلان وياك فلان. نعم. انا بعد ما اقدر احكي. انا اشكرك ابو عبد الله، اشكرك ابو عبد الله من البصرة. كان معنا اتصال ابو زينب من النجف، تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
والله بالنسبه لشغله الموازنه يعني هم طولوها مثل شغله الانتخابات وشغله رئيس الوزراء وشغله الوزراء عند الوكاله وهاي. نعم. فليقروها ويصبوها الشعب العراقي تدمر. يعني حتى الاسماك بالمي ما خلصت من عندهم. ثم لازم يعيدون كل الاستقطاعات اللي اخذوها من الموظفين بحكومه العبادي ويرجعوا لها باثر رجعي. لان شنو ذنبه؟ وبعدين اكو قرار موجود زياده رواتب الموظفين من الدرجه العاشره الى الدرجه الرابعه ايضا باثر رجعي اعتبارا من 1/7/2013. نعم. اول ما اجى العبادي اول انجازاته لغى هذا القرار. وفوقه دمر الموظفين باستقطاعات فظيعه. نعم. العبادي لحكم الى الان باثر رجعي وتطبيق القانون مع زياده الرواتب. نعم. أنا أشكرك أبو زينب من النجف كان معنا. طبعا المديرة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر التابعة لوزارة التخطيط هذه إحصائية قالت وهي نجاة علي قالت بأن 3,300,000 مواطن عراقي يعيشون في العشوائيات. هذا الرقم يمثل 13% من سكان البلاد. عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي يعني أعلن توقف أكثر من 700 مشروع خدمي واستثماري في بغداد، الأمر الذي أثر سلبا على الناحية الخدمية فيها. هو إحنا من 2003 لغاية الآن كل ما تمطر الدنيا تغرق بغداد وتغرق المحافظات. يعني العاصمة بغداد تغرق، المفروض تكون العاصمة مميزة عن باقي المحافظات. يوم يقول لك واقف 700 مشروع تم إيقافه، 700 مشروع خدمي تم إيقافه في بغداد. طبعا وإحنا شفنا اللي خلال اليومين الماضيين كيف أنه مدن ومحافظات العراق غرقت بسبب هطول الأمطار، والخدمات في العراق تعاني ما تعاني. كل مواطن يعرف شنو الخدمات اللي بمنطقته، خدمات صفر. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. تحدثنا في بداية هذه الحلقة حول ما هو الضرر على العراق بعدم التزامه بالعقوبات الأمريكية على إيران، وتحدثنا كذلك على موضوع موازنة العام 2019 وكيف أن المحافظات المنكوبة التي تحتاج إلى إعادة إعمار لم يخصص لها الأموال الكافية، وكذلك مواضيع أخرى حول إحصائية وزارة التخطيط بأن 13% من سكان العراق يعيشون في العشوائيات. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.